وشفنا احنا لجنة مكلفة في ترشيد الكهرباء والماء ان عملوا يعني اجتماع مع اتحاد الجمعيات وطلبوا منهم ان كل الجمعيات تشارك في عملية ترشيد الكهرباء والماء. كما ايضا نشكر معهد الابحاث معهد الكويت للابحاث العلمية على مشاركتهم معنا في عملية ترشيد الكهرباء والماء وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية. كما نشكر ايضا جمعية يرموك التعاونية على تعاونها دائما في عملية ترشيد الكهرباء وفي ايضا ارسال المسجات الى اهالي المنطقة يحثونهم على عملية الترشيد فلهم كل الشكر والتقدير. كما انني ايضا اشكركم من قناة الشاهد لحضرت الان التغطية الاعلامية وايضا جريدة الكويتية فلهم كل الشكر والتقدير. احنا في منطقة يرموك هذه هي تقريبا المرة الثالثة اللي احنا دائما كل سنة نعملها في عملية الترشيد الكهرباء والماء وهي رسالة او موجهة مو بس حق اهل المنطقة انما موجهة لكل اهل الكويت بالاهتمام والاقتصاد وعدم الاسراف في عملية الماء والكهرباء. وهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى يجب علينا ان نحافظ عليها. احنا هني دائما في هذه اليوم يعني بدايتنا بداية المرحلة اليوم من 10/6 إلى حد نهاية أكتوبر. ووضعنا برنامج لعملية الترشيد والكهرباء. أولا يعني إن احنا نطلب من خطباء المساجد لتوعية أهالي المنطقة بترشيد الكهرباء والماء وأيضا الجمعية تقوم بإرسال المسجات إلى الأهالي وتحثهم على عملية ترشيد الكهرباء.